اللهم ارحمنا واغفر لنا ما تقدم من ذنبنا وما تأخر، اللهم يسر لنا ما تعسر، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. إخواني وأخواتي مشاهدين تلفزيون الآن وكل من يستمع لنا الآن عبر إذاعة الآن في سوريا والوطن العربي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله أسبوع كان قصير، لم نلحق أن نلتقي إلا وآن الفراق في آخر الأسبوع. سبحان الله الأيام تمر بسرعة غريبة، ولكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون رغم سرعتها يكون أجرها عظيما وكبيرا بإذن الله سبحانه وتعالى لنا ولكم. موضوعنا اليوم هو الوداع عند السفر في الأحلام. حاولنا أن نجمع موضوع اللقاء اللي ما تكلمنا عنه أمس والوداع، وموضوع الوداع والسفر اليوم إن شاء الله في موضوع واحد حتى نلقي الضوء عليه. في عنا تقرير بإذن الله سبحانه وتعالى راحين نشارككم فيه الآن ثم نعلق عليه إن شاء الله. يدل الوداع في المنام على السفر وعلى الربح بالنسبة للتاجر. إذا رأى أحد أنه يودع أحداً فدل ذلك على سماعه أخباراً مزعجة من أحد الأصدقاء. إذا ودعت الفتاة زوجها فربما دل ذلك على الفراق، أما إذا ودع الرائي أحد أقربائه فربما دل ذلك على انتقاله من بلد إلى بلد آخر. رؤية المسافر بشكل عام في المنام تدل على الفرح الشديد وسماع الأخبار السارة. من قدم طعاما إلى أحد المسافرين فربما دل ذلك على تحقيق النجاح والإنجازات. من رأى مسافرا مكتئبا ومرهقا فربما دل ذلك على المشاكل المادية أو على الخلافات في العمل. يدل اللقاء في المنام على الفرح وزوال الهموم، هكذا فسر بعض مفسري الأحلام رؤية اللقاء والوداع في المنام، والله أعلم. حياكم الله مشاهدينا الأعزاء وكل من يستمع لنا الآن حيثما كان. طبعا بالنسبة للقاء والوداع موضوع متشعب ودائما يكون له علاقة بحالة الرائي. ما يهمنا هو الحالة النفسية عند اللقاء والوداع والمعنى اللفظي عند اللقاء والوداع، سواء لسفر أو لرحيل أو لغياب مهما كان السبب. دائما كما لاحظتم اللقاء يدل على خبر، يعني حين ألقاكم على الهواء مباشرة معناتها في بعد اللقاء وبعد السلام في أخبار. إذن دائما اللقاء يدل على خبر، خبر سعيد خبر غير سعيد مهما كان هو خبر. ودائما الوداع، أصلا كلمة الوداع مأخوذة من كلمة الوديعة، والوديعة هي الأمانة، والأمانة هي أنني أمنتك عند الله سبحانه وتعالى، ومن ودع استودع الله أو أمن الله سبحانه وتعالى لا تضيع ودائعه. يعني دائما علينا أن نعلم بأن الوداع يدل على الوديعة ويدل على الأمانة، يدل على ترك الشيء بحفظ الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا مريض رأيت نفسك تودعه، لقيت وجدت نفسك شخص مريض مرض طبعا عضال، ليس زكمة حق يومين ولا حبة طالعة في إذنه، لا مرض عضال، ورأيت أنك تودعه. هنا لا يعني الموت كما ألفتم وكما تعودتم، بل يعني بأنك تستودعه الله سبحانه وتعالى، بأنك وقف الطب ووقف العلم عن إمكانية مساعدة هذا الشخص، وأصبح الأمر منوطا برحمة الله سبحانه وتعالى. كأنك تقول أنه الآن علي أن أدعو الله وأقوم بما علي من صدقات، أترك الطب يفعل ما يفعل، هذا عمل الطب، ولكن أنا أوكلك لله سبحانه وتعالى. إذن علينا أن نتوقف من اليوم عن رؤية الموت بأنه استغفر العظيم الوداع بأنه موت للمريض أو كبير السن، بل هو يدل على أنه أصبح الأمر منوط برحمة الله سبحانه وتعالى. وكم من شخص وكل أمره لله سبحانه وتعالى وكان الله خير وكيل له. ما يهمنا أيضا أن الضحك في الحلم قد يكون الوداع مع الأخبار، يعني اللقاء مع الأخبار السعيدة قد يكون أخبارا سعيدة، واللقاء بشخص متجهم أو حزين فقد يدل الخبر على بعض العناء،
والوداع أيضا ينطبق عليه نفس الشيء. حالة الشخص الذي تودعه هل هي حسنة أو سيئة؟ هذا والله هو العليم الحكيم. من معنى حنان؟ حنان الأخت بشرى من قطر، تفضلي الأخت بشرى. بشرينا يا بشرى. ألو، مرحبا يا بشرى. الأخت من بشرى من قطر. أيوة نعم نعم هلا يا استاذية. بشرى، تفضلي يا أختي الفاضلة. زين، أنا عندي مقطع منامي يبيه تفسير، بس مش عن الوداع. خير. أوكي. مرة حلمت أن في مديرة في عملي، أيوة. هي تقريبا ما هي ماسكة منصب كبير يعني عالي مهم. جدا مهم. نعم. فالمهم وهي كانت تشكرني وطالعة من الصالة، صالة بيتنا. نعم. وما عرفت يعني بالضبط ايش قالت، بس المهم انا اهديتها كيس داخل فستان، اعتقد ايوه الفستان لونه وردي واسود. حلو. وبعدين بس عقب قالت لي، انا سالتها قلت لها ايش اخبار ترقيتي، يعني ايش صار، بترقيني ولا لا؟ الا قالت لي لحظه، انت الدورات اللي اعطتك اياها انهيتيها ولا لا؟ ايوه. هل هم عطوك اياها يعني عشان تترقين ولا لا؟ المهم انا مجال عسكري انت شغاله ولا مجال وظيفه عادي اداري؟ انا اداريه. اي اداري. طيب بس وخلص الحلم على كذي. يعني انت الحلم مفسر نفسه يا اختي بشرى. يعني لو ما قلت كلمه الترقيه كنت بقول لك الثوب هو دلاله على شيء انت تتمنيه يخص العمل، وانت موظفه متزوجه. يا بشرى ولا لا؟ لا المشكلة الحلم هذا ما له علاقة في الزواج، ولكن أتمنى المرة القادمة تصلي فينا ويكون في حلم له علاقة بالزواج يا بشرى. إن شاء الله نفرح فيك ونبشرك في الجنة يا رب. بشرى، الحلم يدل بأن عليك إتمام بعض الأمور. الدورات هنا قد تعني فعلا الكورسات المستحقة للترقية، وقد تعني الحركة، الحركة في مجال العمل، داخل العمل، أن تكوني أنشط أو أفضل. الحلم به دلالة بأن هذه المرأة بيدها فعلا ترقية لك إن شاء الله سبحانه وتعالى. وبما أنها هذا الحلم بني على التواصل والحديث معها بهذا الشكل، فقد إن شاء الله نصبر كم يوم أو كم الفترة القادمة، ولكن عليك فعلا أن تعملي بالنصيحة، هي العمل، أن تكوني نشيطة في العمل وتحسنين علاقاتك مع الموظفين في العمل، وانتظري الترقية التي تتمنينها. هذا والله العليم الحكيم. أم محمد من أبوظبي، تفضلي. أم محمد مرحب بك. مرحبتين يا أختي الفاضلة، تفضلي. حلمت أنا أرملة، زوجي متوفي، الله يرحمه يا رب. الله يبارك فيك. حلمت بانه انا زي اشوف في وشه زي في يعني من تحت انفه كده زي في زي برص كده او هناك. شو اللي شفتيه يا ام محمد؟ يعني زي برص كده يعني زي هناك. يعني الجلد متغير كأنه نقط سوداء فيه؟ لا نقط بيضاء. بيضاء ايوه، يعني نفس البرص تقريبا قصدك. ايوه لكن أيوة. من انفه مدور كده يعني دائره. على الانف يعني. طيب. ايوه. طيب يعني احلم ان انا شفت درسي. لا ام محمد عشان خاطري، عشان ما تدخليني حلمين في بعض ما اضيع انا. في حلم شفتي ان زوجك المتوفي رحمه الله نظرتي الى وجهه فكان انفه عليه برصا ابيض، صح؟ ايوه ايوه انفه وفمه كده مدوح يعني. ايوه. ابنه شو اخبار ابنه؟ ابنه بس هنا الكبير مريض، يعني انه مريض والله، بس واقف كاسر رجله يعني كاسر رجله. كسر رجله قبل الحلم ولا بعد؟ والله بعد الحلم. بس خلاص تفسر الحلم، لا توجع قلبك، لأنه الحلم يدل على تغير في حال الابن، ولكن إن شاء الله يكون في منه فائدة. يعني هذا الكسر أعتقد أنه خلاه يرجع لنفسه، يراجع نفسه، يهدأ أكثر من أول، ويكون ربما يحتاط في المستقبل، فربما يأتي فائدة عن ضرر. هذا هو قصد من الحلم، فائدة من ضرر، وقد تحقق الحلم تماما. الله يعينك. الآن في الرجل هو ابنه، الله يرحم الوالد. انزين الله يرحم والده. نعم. مين معنا يا حنان؟ والله هو العليم الحكيم. سعاد من ليبيا، تفضل يا سعاد. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه والاكرام يا سعاد. اخ اياد، انا حلمت منذ 4 اشهر ايوه اني كنت في منزل عمي في الداخل، ومن ثم خرجت الى ساحه المنزل وجلست فيها، ومن بعدها نزلت أمطار غزيرة، ووقفت واتجهت اتجاه القبلة،
ورفعت يدي لأدعي، وكان دعائي: يا ربي أجعل فلان ابن فلانة من قسمة ونصيب، ويكون لي رجل صالح. سعاد، انت كاتبه الحلم على ورقه ولا تتكلمين من الذاكره حافظتيه؟ نعم، كتبت على ورقة. ما انا شوفي، انا ما اضيع في تفسير حلم الا في حاله واحده، لما يكون الشخص يقرا سردا، كان يقرا جريده. اريدك تتكلم الحلم وحاولي يعيش الصوره عشان اقدر انا اعيشها معك. حاولي اعيش الصوره اللي في الحلم. ايوه، انا حلمت، يعني الحلم هذا من 4 اشهر، اني كنت في منزل عمي من الداخل يعني، ومن ثم خرجت لساحة المنزل فجلست يعني نعم. في الساحة، ومن بعدها نزلت أمطار غزيرة، طيب، فوقفت أنا في الأمطار واتجهت اتجاه القبلة ورفعت يدي يعني أدعي، ايوه، أدعي ربي، أقول يعني إن يا رب أجعل فلان ابن فلان من قسمتي يا ونصيبي، رب يا رب. طيب، ويكون زوج صالح، يعني ويكون صالح زوج صالح لي، هو يعني من صالح ابناء لي عمك؟ هو من ابناء وعنده عمك يعني. اللي نفسك فيه يتزوجك من ابناء عمك؟ لا هو قريب، بس مو قريب كثير، لكن الشخص اللي حلمت بيه كان خطيبي يعني سابقا، كان يعني خطبني في السابق، او وكان راح هذه خلاص، الخطوة يعني. فانت تدعي ربنا يرجع الله لك اياه مره ثانيه لا مش هيك، لكن الحلم انا في ليش الحلم. هيك اقول لك في الحلم؟ الحلم يا اختي، ايوه في الحلم كذا، وعلما يا اياد الحلم ب10 ايام، سبحان الله الامطار، قلت سبحان الله نفس الذي رايتها في احلامي يعني. دعيتي فيها في اثناء الامطار؟ المطر اللي نزلت ايوه، تحت دعيت دعيت سبحان دعيتي في الله. المطر اللي شفتيها في الواقع. نعم دعيت فيها. ايوه خلاص ان شاء الله يستجاب دعائك يا رب. انت رايتي امرا وكان به ربط بالدعاء، بارك الله فيك. بعض الاحلام يكون عليها بصمه، بصمه بشيء عندما نستيقظ نتفاجأ، مثل احد الاخوان كلمني قال لي انه راى رؤوس مذبوحه، وكان في اخرها في اخر حلم كان رؤيه احد من الصالحين. فعندما استيقظ من الحلم فعلا راى على توالي نفس رؤوس هاي الذبائح بنفس الشكل الذي راه، فكان الناتج انه فعلا حصل على امر جميل ورائع، وكان هناك ايضا معلم له صالح هذا، والله العليم الحكيم. فبعض الاحلام تكون بها بصمه، بها دلاله، بها اشاره، هذا والله العليم الحكيم، فربما يكون الدعاء مستجاب، هذا والله اعلم. فاطمه، يا فاطمه من ليبيا، تفضلي يا نعم فاطمه. يا أستاذ، ايوه يا فاطمه، يا مرحبا السعد، تفضلي، اسعدك الله. مرحبا يا أستاذ. مرحبتين يا فاطمة، سعيد بتواصلك، تفضلي. أخيرا أخيرا يا أستاذ حصلت الاتصال. يا رب إن شاء الله دائما تكوني من المحظوظين، قولي آمين. قولي آمين يا إن فاطمة. شاء الله إن آمين يا شاء رب. الله. لي ثلاثة سؤال، كل موسم نحضر فيك وبنتصل بيك ما نحصرش. طيب هذا من حسن حظي يا فاطمة، إن لي متابعين طيبين مثلكم، تفضلي يا فاطمة، شو حابة تقولي الحلم؟ لو سمحت يا أستاذ، عندي حلم وعندي سؤال. خير إن شاء الله. تفضلي. السؤال إني أختي، السؤال إني أنا شبحت في روحي إني داير لمي دارسة قفطان ومش داير مكياج. ايوه، هذا السؤال. هذا سؤال ولا حلم الحين؟ لا هو أختي ديما تشبح فيا هيك، يعني تشوفك وهي صاحية ولا وهي نايمة؟ لا هي نايمة. هذا حلم يا فاطمة، هذا حلم. خلاص أنا بعطيك الحمد لله نصيحة، عشان أنا بعطيك الدعاء. نصيحة، أنا راح أتكلم عن كل حاجة أثناء البرامج وأنت جمعي، سوي كونتاكت معهم. شو الحلم اللي خاص فيك؟ بقى خلينا نحكي حلم، حلمت كأن في زوز أقفاص، أقفاص، أيوة، واحدة فيها حمامة وواحدة فيها صقر. طيب حلو، وبعدين؟ بعدها قام أبي المتوفي بتغيير هذه الأقفاص، أيوة، حط القفص الحمام بدل الصقر، الصقر، أيوة، والصقر مدى الحمام. طيب بعتها للحق، كان الصقر مش عاجبه انه هو ما يبيش مكان الحمام، حلو، وبعدين؟ وقام قام الصقر يتكلم مع ابي، طيب، لكن ابي لا يفهم ماذا يقول الصقر، كما اني موقف ذا، كان نقول لك قال لك الصقر مش عاجبه انه مكان ما يبيش مكان الحمام. ايوه، بعتها كان فتح قفصك وجاي القفص على ايدي، الصقر على ايدي، بعتالي كان ما خال بالصقر حط في يدي، حسيت بألمها، بوجع لكن ما صبش دم. كان بعد حول الصقر جي 3 حبات كان دم، لكن مش دم، كان 3 حبات بس. هذا الحلم. طيب انت انخطبتي او اختك انخطبت وتزوجت بعد الحلم هذا او بعد وفاة والدك الله يرحمه؟ لا انا خطبت قبل، بعتالي ما صارش. طيب،
وعندك انت اخ كبير؟ عندي اخ كبير. كبير؟ اي طيب تابعينا خلاص، بارك الله فيك، سعاد من اللي بتابعينا. اذا اخواني واخواتي باذن الله سبحانه وتعالى متابعين معكم بعد هذا الفاصل، تابعونا. حياكم الله من جديد ومرحبا بكم إخواني وأخواتي مشاهدين تلفزيون الآن وكل من يستمعنا الآن عبر الإذاعة. طبعا بالنسبة للأخت اللي كانت متصلة قبل الفاصل، يدل الحلم بأنه لا يمكن لأحد في المنزل ملء مكان والدك رحمه الله، هو كان يدير الأمور بشكل جيد وشكل حسن، وأنه عليك مواجهة المشاكل لديك بنفسك، ربما أخاك منشغل أو لديه ظروف تمنعه من تغطية مكان الوالد، طبعا مكان الأب لا يملأه أحد. والثلاث نقاط هي ثلاث فترات إن شاء الله خلالها سوف بعدها سوف تتم، إذا كان ما تتمنينه هو الخطوبة والزواج فإن شاء الله يتحقق هذا، والله هو العليم الحكيم. أستاذ حيدر لو سمحت اسأل الأستاذة حنان إذا في أحد يبي يكلم الأستاذ إياد على الخط، في أحد؟ طيب إذا زهرة، الأخت زهرة تفضلي. نهاية أسبوع سعيدة يا رب، بداية أسبوع موفقة بإذن الله. آمين يا رب إن شاء الله يا زهرة، دائما دعواتك متحققة بإذن الله، تفضلي أو مستجابة يا رب. إن شاء الله. حلمت ذهب أنا لمحل، أنا وبنات خالتي اثنين، واحدة اسمها صفية واحدة اسمها سلمى، فاشتريت وشاح اللي هو غطبي في الشعر لونه أصفر وفيه فضي على كأنه ساري هو، لكن أنا هو على وشاح. أيوة. وكنت بناخذ سورية اللي هي نسائية على البلوزة، فأعطاني واحدة مزلزة ولونها أحمر فما عجبتنيش، فاخترت واحدة لونها من درجات الجين وكانت غاية في الجمال هي والمشاح اللي خديتها، وكانت علي الديكور فيه زي العرف كولولو، هو هذا الحلم. طب انت أيوة. كانت عندي 500 دينار، عندي 500 دينار. شوفي كل كلمه في حلمك، كل كلمه في حلمك دلاله بانك لك مكانه خاصه عند الله سبحانه وتعالى ونصيب وافر. ولكن انت هل متقدم لك احد الان او متزوجه انت اصلا يا زهره؟ لا حاليا، لا. طيب ان شاء الله ياتيك من يكون مناسبا لك ويصطفيك الله سبحانه وتعالى بزوج حسن، واسم سليمة هنا يدل على سلامتك إذا كان بك هم أو غم، والعقد الذي قلت عنها هذا يدل على الأبناء وبناء الأسرة، والله هو العليم الحكيم، البناء والبنات ويكونوا أولاد بارين في أمهم وأباهم لأنه محاط في الرقبة، والله أعلم. أم عبد الله تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة والإكرام. شفت في المنام انه ام عبد الله جديده انت، مش نفس ام عبد الله اللي تتصل كل يوم. تفضلي يا ام عبد الله. ايوه 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 من... في المنام ان جدي كان نائم واستيقظ من النوم فقال انه جاءه ملك الموت، فقال له انت بالاشاره انت ستموت، اشار الى ثلاثه، لم افهم ثلاثه ساعات او ماذا. طيب ثم في نفس المنام جدي ذهب إلى الجامع فصلى. أيوه. وجاء حينما جاءته به جنازة أنه ميت، وكانت تمت 3 ساعات. طيب ثم أثناء ذلك كان مغطى، فكانوا يتحدثون عن دفنه هكذا وأنه مات أو لم يمت، فرد عليهم يعني بالإشارة أنه مات. أيوة. فخالي قال له، قال لبناته أنه حي، أعطوه ماء ليشرب ليعيش. أيوة. واحدة من بناته قالت لا تعطوه ماء، دعوه يموت بس هيك. طيب شو بعد الحلم هو سوى شيء؟ هل قام بحج أو عمرة بعد الحلم؟ لا. طيب هو قام فيها قبل كده الحج والعمرة؟ لا ما قامش لسه، ما قام. طيب هل حاول إنه يحج أو يعتمر؟ على ما اعتقد حجة زمان موجود يعني. جدك اللي في الحلم صح؟ اللي شفته ماتوا. أيوة. طيب حي هو. كم عدد ابناء او بناته؟ عنده 5 ابناء واربع بنات. كم متزوجين منهم؟ كم متزوجين؟ كم متزوج ومش متزوج؟ متزوجين كلهم متزوجين. وكل البنات والاولاد ما شاء الله؟
ايوه ما كلهم، شاء بس الله. هو واقع في مشكله. شو المشكلة اللي عنده؟ هو مطلوب مال كميه كبيره يعني بفلوس؟ فلوس. ايوه ايوه. بالسجن هو يعني بعيد الشر عنه ولا في بلده؟ هو في بلده بس محبوس، ما يطلع. كمان. ايوه طيب خلاص وضح الحلم، وضح، بارك الله فيك، وضح بارك الله فيك. طبعا الحلم في هذه الموت انسوه، ملك الموت جالك وكلمك وانت حتموت وكلام يعني اوكي يعني يؤول، ولكن لا يعني ما يحمل من معاني. هنا القصد ان المشكله اللي عنده عليه ان، الحلم يدل ان عليه ان يوفيها اذا كان بامكانه ان يوفيها، يعني اذا كان هذا المال بحوزته ويستطيع ان يعيده لاصحابه فعليه ان يوفيه ان كان بامكانه ان يوفيه. فاذا لم يكن هذا المال بحوزته وخلص وقع الامر عليه انه تورط في المشكله هذه، فهنا ال3 ساعات هذه 3 امور عليه ان يفعلها حتى ربما يكسب رضا الله سبحانه وتعالى. هنا في الحلم ظهر امران، ظهر الماء في الحلم وهو يدل على صلاه الاقارب والبر فيه، وظهر الدعاء. فعليه ان يتوب ويدعو الله سبحانه وتعالى ان يفرج عنه همه، وسواء كان مظلوم او غير مظلوم على اهله ان لا يتخلوا عنه. هذا والله هو العليم الحكيم، والحلم ليس لها علاقه بالموت حتى ولو مات بعيد الشر. حتى لو مات هاي صدفه، هو ان الصدفه ان يموت وليس ان يرى نفسه سوف يموت في الحلم. فالحلم به دلاله على قضاء حاجات ودلاله على صلاه القرابه والدعاء، والله هو العليم الحكيم. مين معنا حنان؟ نور من الامارات، الله ينور عليك يا نور، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا نور. يا رضوان الله يجزيكم خير. امين يا رب واياكم ان شاء الله. الحقيقه شايفه منام صغير، ما بعرف اذا اي تفسير. شفت حالي واقفه تقريبا على ميناء وقدامي بحر، بس بعد البحر تقريبا في هضبه او في جبل صغير، بس أيوة. الجبل هذا ما مبين عليه شيء غير انه عليه مي شلالات، ومثل يعني كأني واضح شمالات كله مي طيب. خضرة. أيوة يا نور. بس كان لون المي اللي على الجبل أخضر. تقريبا كان صار مثل موجة أو مثل دفعة ماء انتقلت من الجبل هذا البعيد للميناء. طيب. وإجا جزء منه علي. حلو. هاي شيء طيب الحين، وبعدين؟ هلا هذا اللي متذكرته أنا من طيب اللي إجا عليك أذاكي، ولا كان يعني حسيت إنه عادي يعني أو جميل، إنه بالعكس حلو إنه المي تضرب بالإنسان وهو واقف على البحر، شو اللي حسيتي؟ ما أذاني، بس يمكن لونه ما كتير حبيته. ما حبيت لونه الأخضر. برضو أخضر. برضو أخضر. اللي إجا مية البحر كانت زرقاء عادي. نور أنت أكيد، نور أنت متأكدة إنه ما عندك سفر لمنطقة بعيدة شوي؟ هلا هو على المدى القريب ما في، بس في احتمال بس مو محدد يعني. في احتمال بس مش منطقة قريبة، مش بلدك او بلد اوروبية يمكن، لا او بلد مو بعيدة. منطقة قريبة يعني، اذا صار وصار في سفر حيكون سفر بعيد، بس مو معروف شيء اصلا يعني ما. طيب راح توصل لك اخبار عن هذا السفر، تكون يعني شوي مزعجة، ولكنها تدل المنطقة اللي انت حتروحي لها، تأتيك اخبار عنها انها شوي مزعجة، ولكنها السفر ميسر سوف يتم. ماشي يا نور. بس هي موضوع بالسفر؟ لا سفر، لأنه الميناء والبحر والجبل هذا كله يدل على السفر. يا هي ميناء بالذات، كلمة ميناء لحالها هذه منطقة تواصل ما بين بلد وبلد، وكلمة ميناء تدل على المنطقة البعيدة، لأنه السفن سفرها بعيد ليس كما الطائرات، عرفت شلون؟ يعني يطول السفر في السفن. والجبل الأخضر هو السعادة التي ترنون إليها وتحلمون فيها، الموج هو الناس التي تأتي من هذه المدينة، والأخبار التي تأتي، يأتي خبر يخصك ولكن يعني يعجبك، ولكن يكون فيه بعض الغرابة، ولكن الأمر ميسر بما أنك تقفين على البحر فالأمر ميسر يا نور. هذا والله هو العليم الحكيم. السيد ناصر معنا، تفضل يا سيد ناصر. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ ناصر من مصر، تفضل يا أخي. أهلا أهلا. أنا الله يحفظك. آمين وإياكم. في المنام. أيوة. قبل فترة كذا، قبل 3 أيام أو 4 أيام بالكثير، أخوي دخل علي ومعاه شنطة صغيرة كذا في بين يديه. طبعا أنا أيوة. لما فتحت الباب الشقة بشوف مين اللي برا، لقيت ما كنت متوقع أبدا أنه أخوي، لأني أنا أصلا متغرب عن بلدي. انت مقيم في مصر يا ناصر صح؟ بس اصلك سعودي ولا؟
اي نعم، انا سعودي مقيم في مصر. ايوه هذا الواضح. نعم تفضل يا اخوي. فلما جيت فتحت الباب لقيت، طبعا انا لما فتحت الباب لقيت اخوي. هاي مفاجأة كانت بالنسبة لك؟ نعم. وفرحت فرح كثير جدا وقمت مرتاح لما شفته، مع انه كان موجود هنا قبل فترة. بس راح رجع على السعودية. انتم مغتربين دراسة صح ولا عمل؟ لا انا مغترب عمل. نعم. الله يوفقك يا رب. رؤية للأمانة يا شيخ أنا مغترب، عندي مشكلة فرايح، وبنفس الوقت بديت حياتي في مصر. ترى أنا بعطيك المفيد من الحلم، لأنه واضح أنه يعني الحلم يحمل أخبار سارة يا سيد ناصر. استبشر رؤية الأخ يعني المساعدة أن يأتيك وتفرح برؤياه. هذا موضوع حلقة اليوم، أن تفرح بأخبار سارة تهون عليك من حزنك أو اخترابك، ربما تكون بها عودة ونجاح، وربما بها نهاية للمشكلة، وربما بها أخبار تسعدك، والله أعلم ما هي، ولكن هو توفيق من الله وأخبار سارة، وإن شاء الله تكون أخبار فيها ما يرضيك ويسعدك يا السيد ناصر، والله هو العليم الحكيم. ما شاء الله السيد ناصر من السعودية، تابع البرنامج من مصر، واتصل فينا على موضوع الحلقة. سبحان الله كم هي الدنيا صغيرة. مين معنا من الامارات يا حنان؟ الاخت ام شاهد تفضلي. ام شاهد انفصل اعتقد الخط من الامارات. الاخت اميره من الامارات تفضلي. الو مرحبا، يعطيك العافيه. الله يعافيك يا ربي يا اميره. الله يخليك. والله انا شفت حلم امبارح، انا كان شوي راسي عم يوجعني امبارح، وبعدين جيت كنت واخذت بنادول، وبعدين نمت بكير، نيمت اولادي، عندي اولاد، بعدين انا نمت وقمت في الليل صليت قيام الليل، كنت متضايقه شو ما قدرت نام، عندي ضيق، انا بضيق شوي، عندي مشكله يعني. نعم. فصليت قيام الليل وصرت ادعي، وقامت بنتي معي بعد كمان، وصار قلت لها ادعي لي ماما وهيك. بعدين ما بعرف انا نمت وانا بضيق يعني عندي مشكله، بس بعدين انا نمت وبعدين ما شفت لك الا في وحده عندي مدرسه فلبينيه، هي بتجي بتدرس بناتي ولادي يعني، بتجي بتساعدهم شوي بالانجليزي. طيب شفتها انه عم بتفللي شعري وبتطلع لي في كانه فيني امل انا بشعري، واضح، وعم بتشلي الامل وبتطق، وبعدين ما شالته كله، شالت شوي وبعدين خلتني، وانا راسي بيوجعني. فشو بتنصحني؟ ما بعرف هذا خير شر. لا هو المشكله ماليه اللي عندك ولا مشكله خاص ابنائك؟ يا هذه يا هذه. لا انه ما لا انا مشكله بتخصني انا، ومشكله لا مشكله بتخصني انا. انا مسويه يعني، عندي مشكله انا بتخصني انا. ايوه طيب وضح وضح. عندي كان عندي وضح. عندي مش وضح. اول شيء يوم شهد دعيتي ربنا وانت مريضه، دعوه المريض ان شاء الله مستجابه. ثاني شيء جعلتي طفله بعمر الزهور وتحميها وتحفظها بإذن الله الملائكة تدعي لك، وهذه إن شاء الله دعوة مستجابة، وأنت دعيتي ووفيتي بالدعاء ونمتي على أمر يهمك، والمؤمن الذي ينام مهموم ومغموم الله سبحانه وتعالى يرعاه بإذن الله. كل هذا أتاك بمعنى واحد، هو أنه سوف تأتيك مساعدة، ولكن من غريب وليس من شخص قريب، عن طريق ربما تواصل أو تبادل حديث أو ما إلى ذلك، يعينك على الخلاص مهما كان هو همك، سوف يعينك على الخلاص منه. فالقمل أن يخرج من الرأس ذلك إما دلالة على الأبناء، إذا كان هم يخص الأبناء يعني ربنا يعينك عليه، أو هم يخص المال، وقد يكون هم يخص الدنيا. ومهما كان هذا الهم عليك فقط الدعاء والاستمرار في الدعاء، وسوف تجدين المساعدة من غريب. وكيف سوف يحدث القصة أو الأمر؟ والله سبحانه وتعالى في سماه أعلم وأدرى. هذا والله العليم الحكيم. طيب معنا اتصالات ولا فاصل يا سيد حيدر؟ معنا فاصل. طيب اذا اخواني واخواتي متابعين معكم باذن الله سبحانه وتعالى، لدينا هذا الفاصل ان شاء الله ثم نواصل. حياكم الله، مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الاعزاء والافاضل وكل من يستمع لنا الان عبر اذاعه الان في سوريا والوطن العربي. معنا الاخت ام شاهد من الامارات تفضلي. يا ام شاهد. الو الو مرحبا يا ام شاهد. مرحبا اهلين يا شيخ اياد، شو اخبارك؟ الحمد لله بخير يا ام شاهد، تفضلي يا اختي شو عندك؟ انا من فتره صليت صلاه الاستخاره. على شو؟ على بيت، كنت بس على بيت. في بيت. طيب ما كنت مرتاحة من هالبيت، بس صليت بعدين
شفت ان هالبيت قديم، يعني جدار البيت كله قديم والصبغ ماله خربان، وشفت فيه قط ابيض وصغير، وبعدين شفت فيه ريال هو ممثل معروف. طيب لون عينه أزرق. يعني عربي خليجي قصدي ولا أوروبي؟ لا مصري. مصري يعني مصري؟ عادي أقول اسمه عادي. مصري إيه؟ اسمه أحمد فهمي، ما أعرف أنا ليش شفته. أخو مصطفى فهمي؟ لا 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 أخو حسين فهمي؟ لا واحد ثاني. يعني من عائلة فهمي بس من طرف ثاني. طيب كمل يا أختي. والله ما أعرف. طيب. المهم هو ممثل مصري. واضح واضح. وبعدين دخلت لهالبيت، وكانت معايا حرمة جارتي تقول لي لا تدخلي لهالبيت، بعدين بيفهموك غلط لأن فيها الريال يعني ما يصير تسكني فيه. طيب. يعني تدخلي تشوفي، أنا كنت حابة أشوفه. واضح. وبعدين؟ وخلاص يعني خلص الحلم، بس أنا يعني في الحقيقة سكنت في هالبيت الحين. بهدلتي فيه ولا لسه؟ شو؟ تبهدلتي في البيت ولا لسه؟ والله تبهدلت بهدلة ما أعرف شو، حتى أنا ورايلي ما يجي الحين، يعني واصلين حالة طلاق وما أعرف شو. طيب. شو السبب سبحان الله. سكن في البيت. البيت مسكون في جن، بس جن ممكن مش مسالم معكم. لو اتصلتي علينا قبل ما طبعا ما في شيء بيغير قدر سبحانه وتعالى، ولكن كان على الاقل عندك فكره عما سوف تلاقينه. ماشي ام شاهد الله يعينك، حاول اصلح مع زوجك. وكلمه مصطفى هي القصد فيها، رغم انه مشهور وفنان لكن يؤخذ الاسم. الفهم هو المعلوميه او العلم، والمصطفى هو الاصطفاء. عليك إن شاء الله أن تحاولي قراءة القرآن، وأدعي ربنا سبحانه وتعالى أن يفرج همك ويبعد عنك شر أهل هذا المنزل، وإذا انتقلتي كان أفضل. هذا والله العليم الحكيم. البيت كان مسكون منذ فترة طويلة، حتى لو كان جديد المبنى المكان اللي هو فيه. مين معنا؟ حنان ريان من الإمارات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي. وعليك السلام والرحمة والإكرام يا أخي الفاضل ريان من الإمارات، تفضل يا سيدي. الله يبارك فيك. حلمي ان شاء الله قصير. يا رب. تفضل يا اخوي. عندي حلم وعندي سؤال. طيب يا اخوي على راحتك، احنا حاضرين للطيبين، تفضل. الله يجزيك الخير. بالنسبه للمنام في عده مشاهد يعني ملخبطه، لكن أيوة. في مشهد واحد انا تذكرته بعد ما استيقظت وحسيته يعني شوي غريب. كنت انا ووالدتي واختي جالسين على الارض. ايوه وبيننا في صحن، يعني بقول صدر صحن اكل. واضح. طيب لا، الصدر هو الفضة اللي يكون معدني الكبير، الصحن هو صحن، هو معدني كبير لكن مو لونه فضي يعني. هذا يختلف المعنى. بس معدني اللي هو اللي يكون مزركش ابيض واحمر وعليه ورد، وهذا القصد. أيوة. لا معك على الاخر، تفضل. تمام. فكان فيه رز ابيض فقط، رز ابيض. تمام. ومثل قبة يعني هيك كثير ما شاء الله. ما شاء الله، الله يزيد يا رب. وبعدين كان يعني الاهل عم ياكلوا، يقصوا من الرز وياخذوا وياكلوا هيك. طيب. انا من نص الرز من جوا شفت طرف خيط برتقالي لونه. فاستغربت انه ليش ما عم ياخذوا، يعني ليش ما عم يسحبوا الخيط برا الرز. طيب. فهون عم ياكلوا هيك، فانا مديت ايدي وسحبت الخيط، سحبته حتى طلع الرز كله مع الخيط. يعني سبحان الله. الخيط. سبحان الله. الرز كله تعلق تقريبا بالخيط، ولما رفعته من الصحن تكسر جزء من الرز وهيك، ويعني تكسر الشكل القبة هذا اللي كان موجود. ايوه يا ريان. وبعدين وطلع هيك اغلب الخيط طلع معي، وبعدين استغربت انه ليش كل الرز طلع، فرجعته وصار الخيط فوق الرز. انا حكيت لهم انه بس كان بدي يسحب الرز، انا ما كان قصدي فك الرز، كان بدي يسحب الخيط. برتقالي صح؟ برتقالي لون الخيط. طيب وبعدين كله ابيض. وبعدين بس هذا. طيب انت والدتك واختك اللي على الطاوله على الصحن صح؟ نعم. ما كان في لحم او دجاج او سمك؟ لا فقط الرز الابيض الناصع البيض فقط. والدك وين؟ غريبه والدك مش معك في الحلم، وين والدك؟ والدي توفى الله يرحمه. هذا هو الخيط، الله يرحمه ويرحمه تروح الجنه. عرفت ليش؟ هذا هو الخيط. بما ياتيكم من رزق ومال من الدنيا، وان شاء الله راح يفتح عليكم، بما ان الصدر هذا ما شاء الله عليه كميه كبيره، سوف ياتيكم، سوف تفتح عليكم ابواب الرزق من حيث لا تعلمون. ولكن لا تتركوا الخيط البر، البرتقالي هو بر وتقى. لا تتركوا خيط البر مع والدك رحمه الله، اخرجوا عنه الصدقه وادعوا له واستغفروا له. هذا والله العليم الحكيم يا اخي ريان. ريان معنا؟ اي نعم معنا. شو السؤال يا ريان؟ السؤال قبل شوي اختي اتصلت، كان اسمها نور. الله يحفظها. نعم.
الله يبارك فيك. سألتك عن منام في ميناء وجبل وبحر وهيك. نعم. هي بس سؤالها انه الميناء مو متأكدة انه الميناء مثلا سفن او شيء، هي فقط شافت رصيف وبحر وجبل بعده، فمو متأكدة انه ميناء، لكن تخيلت انه ميناء بعدين. خلاص، هو عقلها يسترجع بعض الاحداث اللي تكون نسيتها في الحلم، هذا حنتكلم عنه في حلقة كاملة لحالة يا سيد ريان. العقل لما تصحى تقول يمكن انا كنت مع فلان، طب ما انا في الحلم ما كان فلان. العقل يسترجع بعض الاحداث الناقصه، يرمم الحلم، فهو ترميم وخليها تفرح، قلها راح تسافري وراح تشوف الخير كله ان شاء الله. بارك الله فيك يا ريان. مين معنا يا حنان؟ هذا والله هو العليم الحكيم طبعا. فاطمه من ليبيا، تفضل يا فاطمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا شيخ اياد، كيف حالك؟ اه مصره يا شيخ، يعني احنا بديناها استاذ ونختمها شيخ. يا استاذ عادي مش يا لا مش عادي، اوتوماتيك يا اختي، كلمه استاذ مناسبه للبرنامج لانه وعيت البرنامج. نحن نفسر الاحلام بطابع علمي وليس طابع ديني لو تلاحظي. ماشي يا فاطمه، ماشي يعني تو جديد نقول استاذ. حاضر، يلا انا انتظر استاذ منك المره الجايه كمان. يلا تفضلي. ان شاء الله. تفضلي يا فاطمه. عندي حلم لاختي. حلمت اختي باخي وكانه راجع، وامي كانت تحتضنه وتشتم ريحته وتقول الله هذه رائحة مهند. وبعدين نفس الشيء احنا العائلة، ما شاء الله. العائلة هذه كلها يعني نحتضنوه ونقوله ما شاء الله رائحة أخي مهند. طيب. هذا الحلم. وأخوك مهند وينه؟ هذا هو في السجن، هو ساجنين الظلم. يعني أنت قاعدة تعيد قصة النبي يوسف عليه السلام تقريبا بشكل أو بآخر. فأخبري أمك أن تصبر، وكان استعان أبو النبي يوسف عليه السلام بالدعاء، اصبري وخليها تدعي وسوف يعود أخاك. الرائحة هي علامة العودة إن شاء الله، أن تأتيكم أخبار عنه سعيدة أو يأتيكم هو بنفسه وشحمه ولحمه ودمه، ولا تيأسوا من الرحمن، لا إله إلا الله. هذا والله العليم الحكيم. 3 دقائق ما شاء الله. طيب، كان هذا آخر اتصال معنا طبعا في حلقة اليوم. راح نتكلم اليوم إخواني وأخواتي عن موضوع ربما ينفعكم من الناحية النفسية. احنا تكلمنا قلنا راح يصير أول حلقة تأويل وتفسير، وآخر الحلقة حتى نرسخ الأحلام من الناحية العلمية والناحية الناحية اللغوية أو التأويل بشكل منطقي. إذن الأطفال، ما تصنعونه بعقول أطفالكم اليوم هو أحلامهم غدا. ما تصنعونه بعقول أطفالكم اليوم هي أحلامهم غدا، هي شخصيتهم غدا، هي طريقة تعاملهم مع المجتمع غدا. عندما يكبر هذا الطفل أنت سوف يكون ليدك أمران، إما أن تكون تصنع رجلا صالحا يبني مجتمعا صالحا، وإما أن تصنع إنسانا فاسدا يشارك في إفساد المجتمع. هذا كلام العلماء، على ما لي خص. علماء النفس يقول لك من سن من سنتان أو من عمر سنة حتى 12 سنة كل ما تصبه في هذا الوعاء يكون جزءا منه في المستقبل. طبعا في بعض النظريات أو الحالات الشاذة أنه يكون الأبوان صالحان ويطلع الولد فاسد، أو يكون الأبوان فاسدان ويطلع الولد صالح، هذه حالات شاذة مش الأغلبية. الأغلبية أنني إذا جعلت ابني يكره فلان فعندما يكبر سوف يكره فلان، وإذا أخبرت ابني بأن فلان شخص صالح وحسن سوف تجد أن ابني عندما يكبر يثق بهذا الشخص. فتخيل طفل نما وكبر في بيئة كلها قتال وفراق. تخيل طفل كلما استيقظ الصباح في هذا العمر يجد أمه تبكي. لماذا يا أمي تبكين؟ لأن والدك اليوم ما أعطانا فلوس ناكل، ماني عارف من وين ناكل. لأن والدك اليوم ضربني على وجهي. لأن والدك اليوم غاب بدون ما يعطينا سبب لغيابه وأنا خايفة عليه مثلا. أن يستيقظ الصباح فيجد الصوت الأم والأب أعلى وأعلى وأعلى من كتاب الله، من القرآن الكريم. شوف الفرق ما بين بيت تستيقظ وتسمع القرآن يشتغل في البيت، مهما كان ديانتك كتابك السماوي يقرأ في البيت، وبين طفل يستيقظ على صراخ الوالدين. ماذا تتخيل أن يحدث لديه عندما يكبر؟ سوف يكون بينه وبين التفاؤل مسافات. الموضوع فتحناه اليوم
وننهيه في الأيام القادمة إن شاء الله. أجازة سعيدة جدا أتمناها لكم، وحتى ألقاكم الأسبوع القادم أقول لكم إخواني وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.